صباح الخير. محاضرة عنوانها CPR كارديو بولمونري ريسيتيشن. يعني احنا اللي نسوي ريسيتيشن انعاش الجهازين اللي هم الكارديو والبولمونري، الكارديو القلب والبولمونري الرئة. يعني احنا من دا نسوي انعاش نفكر بهذين الجهازين، انها القلب والرئة. يعني شلون نعطي هواء وشلون نضغط. الكارديو اللي هو القلب يعني بس نضغط زين حتى نوصل الدم للدماغ والباقي الجسم، والبولموناري لازم نعطي هواء نسوي له اوكسجينيشن فنتيليشن. فاحنا لازم هذني الثنين نفكر بيهن. هاي شو وقت لما المريض كولابس، كولابس يعني شنو؟ يتخربط زين. انت ليش قاعد هيك؟ كولابس يعني تخربط، يعني مريض تجي تلقاه ما تعرفها ميت عايش زين. فاول ما تجي تواوع بي الفايتال ساينز، شوف عنده بالس زين. البالس نجي اول شيء هذا الراديال اللي هو احنا نسميه بيريفرال، وبعدين نروح سنترال. سنترال اللي هو الكاروتيد، الكاروتيد يصير بالضبط هذا الماستويد زين، ماستو كلينو بنص العضله، والاسترنال ماستو كلينو هذا ماستو استرنال بين الماستويد والاسترنال بالنص، تسوي له هيك طبعا زين بنص المسافه بين الماستويد وبين الاسترنال، هذا بدايه الاسترنال الكلافيكل ماستو كلافيكل مسلز، هاي المسلز بالنص صاير زين. حط ايدك طبعا بسرعه، يعني خلال ثانيه ثلاثه ميليجيت بالس السنترال تبدي سي بي ار، لا تتاخر. يعني مو تتلكئ لو ما تاخذ قرار. سي بي ار نعيده، سي بي ار هو كارديو بولمونري، يعني لازم نفكر بالقلب. القلب هو مضخه، يعني لازم نضخ له دم، لان يعني هذا دم لازم ما وصل للدماغ خلال دقائق راح يبدي يصير برين انسلت، يعني تلف بالدماغ، فنلحق عليه. يعني مثل ما القلب هو بامب، يعني بالضبط مثل ماطور هو اللي يضخ دم، فلازم انا افكر هسه اضخ له دم بسرعه. وبنفس الوقت لازم اعطيه اكسجين او اسوي له اكسجينيشن فنتيليشن، يعني اعطيه اكسجين واطلع من عنده سي او 2، فنتيليشن يعني اطلع من عنده سي او 2، يعني لازم عندي امبوباج زين ادفع هواء ويطلع هواء ان اوت انسبيريشن ريسبيريشن. هاي ويا اثنيناتين لازم اربط اثنيناتين افكر بهن، حتى هي هاي اللحظات اللي ممكن ترجعه زين. نوبات يتخربط احنا عندنا مثلا ويا يعني داخل صارت العمليات اون تيبل نسميه زين. فهسه لما نعطي السي بي ار للكولابس، شنو الكولابس؟ يعني مريض وقع ما نعرف به، ما نعرف ايش عنده. فايتال ساينز يجي على السريع، شوف اول شيء بالس هنا أنا عنده، اذا ما عنده قبل اروح هذا بيريفرال اللي هو راديال، ما عنده وين اروح؟ لا اروح للكاروتيد. الكاروتيد صاير بنص المسافه، تسوي هيك هيك تسوي نص المسافه بين الماستويد والكلافيكل. اذا تتذكرون هاي العضله اسمها ماستو كلافيكولار ماسل زين، نص المسافه حط ايدي ما تاخر. ثانيتين ما لقيت بالس ابدي طبعا اول شيء البوزيشن حط عدل سباين بوزيشن اوكي. بس ناخذ خطوه خطوه، بس هو السي بي ار نحط ببالنا احنا لا دائما انا دا اشتغل سيستمين اللي هو القلب، يعني القلب بس علي اسوي بوش ادفع تشيست كومبريشن نسميه تشيست كومبريشن، يعني ادفع اضغط على التشيست. والفنتليشن انه بالانبوباج اعطيه اكسجين وخليه يطلع من عنده سي او 2. طبعا هو احنا السي بي ار نمشي على بروتوكول. بروتوكول شنو؟ يعني خطوات كليتنا متفقين عليها، واحد اثنين ثلاثه زين. هاي الحركه، هاي اهم حركه بالسي بي ار، ممكن هاي الحركه تنقذ حياته زين. نوبات المريض مثلا يتخربط يوقع، اول ما يوقع مثلا النيك مالته صار بيها فلكشن،
فاحتمال نقول احنا عض لسانه او بلع لسانه، فاللسان هي معناها اللسان مالته التانك راح يسد الاير واي ما يقدر يتنفس، هو صار انكونشس يعني فقد الوعي. فاحنا مجرد نسوي له نيك اكستنشن يعني بس سوينا له هيك التانك تمدد فتح الاير واي طبل هواء ممكن يرجع، يعني هاي اهم حركه. بس مجرد طبعا نومناه عدل سباين بوزيشن تمدده، والنيك بس مجرد سوينا له اكستنشن للنيك، فالتانك هنا التانك كان ساد لنا الاير واي، انفتح الاير واي ممكن اخذ نفس. هاي اهم حركه هاي، لان يعني انت اذا ما تسويها البقيه كله ما بي فايده. اوكي، فهاي شو نسميها؟ هاي احنا النوبات نسميها التربل مانوفر، يعني هي ثلاث حركات بان واحد، اللي هي شنو؟ اول شيء سوينا اول شيء هيد تلت شن ليفت، الهيد تلت يعني ميلت الهيد، والشن ليفت يعني الشن هذا الشن رفعناه زين، والجو ثراست، الجو ثراست شنو؟ هذا الجو احط ايدي ورا الانجل واجره لي فوق هيك، يعني ثلاث حركات بان واحد. اول شيء النيك اكستنشن هيك اجرها هيك اسوي له، بعدين الشن هذا لي فوق، وهاي من الانجل اجره يسموه جو ثراست زين، جو ثراست يعني سحب الجو، هذا العظم اللي ورا الانجل زين اجره ويا السحبه مالتي. هاي دائما نسويها احنا، المريض لما ينام اول ما نعطي اندكشن هم نسويها، هاي نظل بالبدايه مرتين ثلاثه 10 مرات 100 مره تغلط بيها لحد ما تضبطها زين، من تضبطها يلا اقدر اامن، اني اامن اقول هذا يقدر يسوي فنتيليشن. هاي ما حد يسويها الا 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 طبيب التخدير ويا تقني التخدير، لان يمه لان كل مره نعيدها. هاي اللي تشوفوها بالطوارئ وين مكان كلهم ما يسووها صح، ليش؟ لان انت كل يوم يسويها 100 مره 10 مرات اقل شيء، لا تعرف انه هذا مدى ياخذ نفس، تظل تعيدها وياك لحد ما هي. هاي اهم حركه، هاي اللي هو انا اذا افتح الاير واي واخلي الهواء يطب ويطلع اقوم ما اعرف شلون، اللي هو انفس للمريض يعني اسوي له يعني اعطي هواء للمريض زين، يعني من مريض لمريض شكل، فاول مره الزمه هيك مره ادفعه هيك مره هيك اسر، انا كل مريض شكل، يعني اير واي من واحد يختلف، يعني هاي اذا ما نسويها معناها مريض ما تطبب له هواء، فبالتالي يعني ما يتنفس. هو منا ابن بالاندكشن معطيناه مصر ريلاكسنت بهاي كم دقيقه نوبات 3 دقائق يلا اقدر احط له اليوتيوب، ومثلا لازم اسوي له فنتيليشن او نوبات مرات ماسك فنتيليشن تاخرت باليوتيوب اريد ارجع، مثلا ما يجي عند اليوتيوب من اول مره ارجع لازم على الماسك فنتيليشن، فنفس الحركه اسويها انه لازم المريض او نوبات مو اللي دا احط تيوب، مثلا مريض سيديشن وشويه نزل ساتوريشن اريد اسوي له ماسك، او بالقعده بالاكستيفيشن اكثر شيء بالاكستيفيشن هم نحتاجه، فهي دائما نحتاجه اللي هاي التربل مانوفر. سوينا هاي النيك جريناه هيجي الشن هذا ويا هاي الجره مالتنا، وهذا الماندبل بي انجل ورا الانجل اجره لي فوق زين. نوبات اكو مرضى يتنفس بس ما يتنفس من خشمه، من حلقه هو ما يتنفس من خشمه، فشو اسوي؟ احط الماسك هيك افتحها يعني افتح حلقه وياها. اكو مرضى نشوفهم ويا يعني ويا هاي الحركه ما يتنفس من خشمه ما يطب هواء، هو خشمه مسدود عنده مشكله زين، فنبغاه ابقي فتحه بحلقه شويه، هاي كلش مهمه اسويها بالماسك ويا الجره مالتي، هي كلها ويا الحركه. نوبات المريض ميله هيك يلا يطب هواء، وانا شلون اعرف طب هواء؟ ابا على الفنتليتر من يدفع ايش قد طبب هواء زين، تايدل فوليوم مالتي يعطيني، اذا 15 10 هاي قليله، لازم انا جد مطي 500 فمفروض 200 300 واذا 500 يعني انت كلش مضبوط باللازمه، يعني اذا الرقم صحيح. فهاي نسميها تربل مانوفر، تربل يعني ثلاثيه، يعني حركه ثلاثيه اللي نحتاجها دائما لما نريد نسوي فنتيليشن للمريض.
اللي هاي اهم شيء يعني هاي تنقذ حياه المريض. احنا نحتاجها بالاندكشن، نحتاجها بالاكستوبيشن يعني من طلع التيوب لما يتخربط المريض، وبالسي بي ار هم تحتاجها، وهاي ما حد يعرف يسويها، بس هو اللي يشتغل بالتخدير، طبيب وتقني تخدير، بقيه ما يعرفون، لان يعني احنا نسويها 10 مرات باليوم، فتختلف نشوفها من مريض مريض نوبات وما تضبطها، تجي فتره طويله يلا تضبطها. هاي اللي تشوفها بالطوارئ يعني هذول اللي يسووها، ليش ما ينجح عندهم السي بي ار؟ لان هاي اصلا هاي ما مدى يسووها صحيح. يعني انا اشوفهم بالسي بي ار اصلا هاي مدى ينفخ المريض. هيك يلزم الانبوب ويدفع والهواء يطلع برا، اصلا مدى يطب ما يعرف الهواء ده طب لو ما طب ما يعرف. زين؟ انت لا تعرف. لان احنا نسويها وهو حقه هو، لان يعني من دا يسويها المريض دا يموت وما ما ماخذ تريننج صحيح قبل، احنا التريننج مالتنا كل يوميه. وما حد فوقانا يعني صارت العمليات مو الاهل المريض فوقانا والعالم وخبصه، فهو حقه يعني. فليش ما ينجح عندهم السي بي ار؟ لان اصلا هاي ما يسويها صح. احنا السي بي ار نوبات يعني يطلع المريض من عندها، مو كل مريض سي بي ار يعني ديد، لا يطلع مرات يعني هو تخربط شويه نسوي له السي بي ار ممكن يرجع. هذا يسموه البروتوكول، يسموه ادلت بيزك لايف سبورت. هذا الادلت بيزك، هذا سلام، هذا للكل يعني، يعني حتى مو ما بي ادويه، هذا للكل يعني حتى الغير طبي نون ميديكال ستاف. يعني مثلا خلينا نقول لاعب طوبه وقع، فالتيم مالته اللي هم يعني خلينا نقول حتى لو مو لا طبيب ولا ممرض ولا يعني نون ميديكال يقدر يسويها، ما بي ادويه، اللي هو الحركه الاساسيه هاي اللي هي اي مريض وقع لازم يعرفوها بالبيت، اي واحد يسوي له الهيد تيل تشين ليفت وجو ثراست اللي قلنا عليها الحركه الثلاثيه. نوبات نسمعها يبلع لسانه، هو يبلع لسانه يعني التانك مالته سد الاير واي، لان هذا من يتخربط التانك مالته بعد ما يقدر ماكو هواء يطب ويطلع، بس مجرد تسوي له هاي هيك ينفتح الاير واي يبدي يتنفس. طبعا ايش قد هاي السي بي ار؟ 30 30 يعني 30 ضغطه ونفسين. احنا ها مو هذا شغلنا، احنا شغلنا اللي وراها. بس هذا الادلت بيزك لايف سبورت الجوريثم يعني المفروض كل يعني حتى هو يعني اي مجال يعني نوات مريض يتخربط بالشارع لازم الناس تسوي هاي شيء لا اراديا. هذا هنا تشيست كومبريشن اللزمه مالتي شلون تصير؟ الشولدر هذا مباشره دايركتلي اوفر ستيرنم، هذا ستيرنم مال المريض. ستيرنم هذا نص المسافه او الربع الثلث الاخير. زين؟ ايده هاي اهم شيء انا هنا بهاي اضغط بهاي راحت الايد. زين؟ هذني اقفلهن هيجي ايدي تصير عدله هيجي هاي هيجي، وانا قلنا هذا الاستيرنام وهذني عدلات ما يصير هيجي يعني هيجي ثقلي كله يصير على الاستيرنام ثقلي كله هاي اللي عصير على الاستيرنام. زين؟ وهاي قافلهن هيجي وهاي على الاستيرنام مال المريض وهذني هم مقفولات يعني ما يتحركن، هذني ما يتحركن هيجي. زين؟ 30 ضغطه احسب 30 والوياية يطي بالانبوباق نفسين. زين؟ 1 2 3 30 ويطي وياي. هاي ال 30 سويت مكان القلب، يعني هسه انا هاي اشتغلت القلب مكان القلب. لان القلب ايش بيه صمامات، من ادفع له يروح باتجاه واحد. انا اهم شيء وانا اريد اودي الدم او اهم شيء البرين بعدين بقيه الاورجان. هسه شلون نعيدها؟ هذني ما يتحركن البو لوكت يعني مقفولات، والارمز هاي الراحه على الاسترنم هيجي وذب ثقلي واصير ايد انا اصير بالضبط فوقه يعني هذا كتفي يصير دايركت هيجي. سلام.
زين. السايكل تسمع سايكل، سايكل هي عبارة عن 30 كومبريشن سميها سايكل، 30 كومبريشن، 2 فنتيليشن سميها سايكل. نعيدها مثله سايكل الثانية، نعيد يعني كل 30 و2 هاي سايكل. لازم اني مو بس اسوي سايكل وهذا هو، يعني هسه هذا مثلا دا يضغط، هسه مو ضغطت مو احسب براحتي 1 2 3 30 اقول والله خلي، لا لازم هاي 30 مسويها 30 30 30 اقشي 100 بالدقيقة، اقشي 100 بالدقيقة يعني شمت ثلاث ثلاثينات وشوية، يعني احسب ثلاثينات زين 30 30 لازم اني وياي احسب ثلاثينات ثلاث على الاقل مسوي بالدقيقه الواحده، يعني مو اوكي يعني هو الهارت ريت اقشي 60 70 الادلت، احنا هنا نريد 100 بالسي بي ار، فانت انت بدك تسوي الهارت ريت زين، يعني 30 و2 على السريع 30 و2 30 و2 هاي بدقيقه واحده انا مكمل فد ثلاث سايكلات 30 كومبريشن و2 فنتيليشن، 2 فنتيليشن يعني طبعا هم اثنين مو اثنين دا يشتغلون، واحد يحسب 30 ويا واحد لازم له هاي اللزمه والانبوباق ودفع اثنين بالانبوباق، الانبوباق اللي هو انتم شايفين الانبوباق شايفين مو الانبوباق؟ لو ما شايفين ها؟ هذا الانبوباق هسه هذا شوف هاي عدلات عدل هيك زين ومسوي هاي المفروض قافلهن مو مشكله، المهم اني بهاي ادفع وعلى الاسترنم، استرنم لو بالنص او شويه جوا النص 30 يحسب اوكي، وهاي لازم هاي قلنا تربل مانوفر مسوي اللي هو شنو النيك جارها هيك والجو نوبات وادفع 2 طبعا من ادفع اشوف الهواء دا يطب للتشيست لازم يحسه، يعني هاي طبعا بال احنا لين بالاندكشن نسويها والاكسبيشن فنعرف شلون يطب الهواء، يعني شوف التشيست دا ينفخ زين، فهاي لازم ايش قد يسويها 30 بالدقيقه 100 يعني كل 30 لازم يسوي 2 فنتليشن يسموها 30 2 32 هسه هاي كملنا سايكل زين ايش قد انزل بالضغطه ها هذا الاسترنم، تخيل انت هذا الاسترنم وتريد تدفع هذا مو تدفع ايش قد انزل هسه هاي ايش قد هاي هاي تقريبا اكثر من 5 ايش ايه فلازم انزل 5 الى 6 مو انزل للاخير واكسر ضلوعه نوبات تتكسر فلازم انزل 5 6 كلش كافيه الضغطه مالتي اقاني احسبها 5 الى 6 5 الى 6 يعني هالقد يعني تقريبا قدها شوي اكثر من هاي زين النزله مالتي من انزل مو للاخير اكسر ضلوعه زين هذا تشيس ديف يعني عمق النزله مالتي اكو طبعا هذا الانبوباق نوبات احنا بالبدايه بس خلينا نطي اير يعني الاكسجين يعني الروم اير ب 21% نوبات نضيف له اكسجين بعد اكثر يعني زين احنا النوبات هاي طبعا المريض ما مربوط على فنتليتر اذا مربوط على فنتليتر فالانبوباق ما نحتاجه حاطين احنا تيوب مثلا المريض عنده تيوب ومربوط على فنتليتر والفنتليتر ده يدفع زين ما عندي مشكله بقى بس اسوي له تشيست كومبريشن احسب 100 بالدقيقه 100 الى 100 واكثر 100 وشويه زين فرقه المربوط على عنده تيوب هذا الفرق المريض المربوط على تيوب احنا مالتنا المريض مربوط على تيوب ما احتاج انبوباق لان هو الفنتليتر ده يدفع فبقي جد انت حاطه 10 12 الريسبيراتي ريت مبرمجه يدفع فبقى بس انا اسوي له تشيست كومبريشن اللي هو قلنا لا تقل عن 100 بالدقيقه هذا فرقنا عن اللي ما عنده تيوب اوكي
فقلنا البريذنج نعطي 30، هو هذه 30 مكان الهارت واثنين فنتيليشن مكان اللنج. اقشي 100، شنو قصده بالان انتربتد كومبريشن؟ هسه قلناها الانتربتد يعني متقطع، ان انتربتد يعني غير متقطع. الانتربتد اللي هو هذا العادي ده على ماسك، يعني شلون ده يوقف ده يضغط ووقف، وقف لازم يوقف 30 يحسب وقف، يعني وقف وطي نفسين، فهذا يسموه انتربتد يعني صار توقف. الانتربتد اللي هو مربوط على فنتليتر، فنتليتر عادي ما له علاقه بيه، ده يدفع 10 نفسات بالدقيقه واني ده اضغط 100، نسميه ان مالتنا اللي احنا على اليوتيوب نسميه ان انتربتد يعني اللي هو غير متقطع. فنادى يقول لك once the airway is secured، يعني شنو قصده secured؟ هاي الكلمة ها؟ يعني شنو مؤمن؟ اي هسه انت تطلعها بالهذا secured يعني security، هاي وين قاعد؟ شوف لك مكان هاي هنا. هاي الكلمات لازم تعرفها معناها، يعني طلعها بالقاموس حتلقى سكيورد يعني مؤمن، بس شنو قصدنا احنا بسكيورد؟ سكيورد يعني حاط له تيوب ونافخه. زين؟ سكيورد يعني هاي قلناها من البدايه، سكيورد اير واي يعني حاط له تيوب. اوكي؟ انت ما تحط له تيوب يعني معناه امنت مجرى الهواء، وبالتالي حتى اذا صار سلايفا فوميتنج يعني منفوخ التيوب ما راح يطب التريكيا. جيف ان انتربتد اللي هو مالتنا بما انه بي تيوب، فالتيوب على فنتليتر، فنتليتر ده يدفع 10 ما لنا علاقه به، فده نضغط 100 فما صار انتربشن يعني ما صار انقطاع. يعني انا ابقى اضغط 100 اقشي والتيوب والفنتليتر ده يدفع. ما وقفت يعني 30 وقفت يلا ادفع، ما وقفت لا. دا ادفع يكون دا اسوي تشيست كومبريشن اقشي 100 بالدقيقه. والفنتليتر اقشي ده يدفع 10 بالدقيقه، هو يعني انت حاطه على كنترول فنتليتر ده يدفع 10، فامنت الفنتليتر امن لي البلمونري، تبقى اني بس ادفع الهارت. يعني انا دائما افكر الهارت واقف واللنج واقفه، فلازم اثنيناتهم امنهن. الهارت واقف لازم اسوي له تشيست كومبريشن، اللنج واقفه اسوي له شنو؟ فنتليشن. اما ما عندي تيوب على ماسك وامبوباك حاطين له تيوب، هو اصلا مربوط على فنتليتر وحاطه كنترول. زين؟ هذا الكارديو بولمونري. زين؟ هذا هنا اللي لا زين هذا شغلنا، هذا مو هذاك البروتوكول، هذا اللي هو اسمه ادفانس، هذاك بيزك. اوكي هذا شغلنا، هذاك البيزك قلنا حتى الغير غير طبي يعني نون ميديكال يشتغله، اللي هو ما بي شيء. بس هنا لقينا المريض ان ريسبونسيف نو ساين اوف لايف، يعني متخربط كولابس. زين فنجي نسوي له سي بي ار، يعني تجي لا بولس لا نفس، تباعه متخربط ما عنده لا نفس ولا بولس، فنبلش له سي بي ار 30 باثنين، 30 كومبريشن نفختين. وطبعا تتاكد من الاير واي مالته، نسوي له هاي الحركه مالتنا التربل مانوفر. زين اللي هو نيك اكستنشن تشين ليفت والجو ثراست، يعني اسحب الجو زين اسحبه. الماندبل نوبات يجي بيدي نو، اكو بيهم شويه راخين. زين يجي ينسحب الدي سي شوك المونيتر هذا، اول ما اربطه اشيك مو قبل اعطي شوك، اشيك اشوف اشوف الهارت يعني الساينس. ساينس يعني شنو؟ يعني اكو بي كيو ار اس، اسميه ساينس طبيعي، هاي طبيعيه البي كيو ار اس. اذا ما لقيتها مخربطه فمعناه ماكو اي شيء، فارجع اسوي له يعني الهارت واقف. اذا هارت واقف شو اسوي؟ كومبريشن. اذا النفس واقف شو اسوي؟ فنتليشن يعني امبوباك. فشفت الهارت الدي سي اول شيء مونيتر،
الهارت واقف قبل بلا تردد، الهارت واقف ما عندي وقت، قبل اجي اشتغل مكان الهارت 30 كومبريشن ونفسين فنتليشن. زين فهذا قصده. اتاش ديفيبريتر مونيتور، يعني بس تربطه وتسوي اسيس للريذم، يعني الريذم اللي هو شنو البي كيو ار اس، يعني الريذم اللي هو بي كيو ار اس اللي جايه ايقاع منتظم مو مخربطه، الريذم ماكو ريذم هذا المخربط. لا احنا نقسمها الريذم قسمين، هاي اهم شيء، هاي شغلنا نسميها شوكابل ونون شوكابل. باع هذا هسه تقرا صعب، هسه اسويه بشكل بسيط وبعدين نرجع نقرا. اول شيء الهارت اذا وقف نربطه على الدي سي مونيتور، يعني ما اعطي اول شيء بس مونيتور، بس مونيتور اريد اشوف شنو شكو ايش فيه الهارت. نوبات ما احسه اني بس جوز ده يشتغل بس ما احسه، لا بالسماعه ولا اكو بي بالس. زين فهذا انقسمه قسمين، قسم ما يشتغل نهائيا يعني اسيستول زين ابد كل شيء ماكو، فهذا قبل زين مو دي سي مثل هاي بالافلام، ماكو الدي سي ما يرجع لي اياه. الدي سي شو وقت اشتغل اذا لقيته مخربط، يعني اما هيجي زين هاي شو نسميها فنتركولار تاكيكارديا في تي، فنتركولار تاكيكارديا زين هيجي احفظها جبال نسميها، او جاي فبريليشن جاي اس في تي العفو في اف فنتركولار فبريليشن، فنتركولار فبريليشن هيك مخربط فد مره مو هيك اوكي مخربط كلش، هذاك في اف. هذول شنو هذول؟ هذول يعني الهارد دا يشتغل بس شنو مخربط، فهذا اعطيه دي سي يعني الكهرباء حتى يستعدل، هذا يحتاج دي سي، فهذا شو اسميه شوكابل، يعني هنا نحتاج دي سي. شو وقت يحتاج دي سي؟ بس بحالتين في تي في اف زين احتاج هنا اللي سميها شوكابل، هذا دي سي شو وقت هاي شوكابل الفي اف والفي تي. طبعا هي الفي تي نوعين البالسس، يعني اكو في تي بيها بالس منها تحس اكو بيها واكو ماكو بالس، البالسس هنا مسميها البالسس زين، هذين الفي اف والفي تي. الفي تي شنو قلنا هيك اشوفه جبال، الفي تي يعني فنتركلار تاكيكارديا، يعني الفنتركل صار سريع كلش، هل قد ما سريع قام لا تطلع بي ولا البي كيو ار قامت تطلع بس هيك، هل قد ما سريع يعني عبر فد رقم كلش عالي زين فوق ال 200 فوق ال، فقام ما يلحق ما تطلع هاي الموجه البي كيو ار اس زين. الفنتركل هالقد ما سريع يعني ده يضخ بس سريع ما يفيدني، من يضخ هو شنو الهارد قلنا بامبين، اذا ضخ كل السريع ما لا يلحق يترس ويدفع يترس ويدفع ما يلحق، يعني مثلا هو المفروض يضخ خلينا نقول 100، ال 100 هو غير ال 100 ال 100 يعني خلينا نقول بالدقيقه اجى دم انترس ودفع انترس ودفع، اذا اشتغل سريع ما بيفايده زين ما يلحق وين يضخ، يبقى السايكل السيركيليشن توقف اوكي، فيشتغل سريع ما يفيدني الفنتريكل ما يلحق يترس ويدفع، بس مجرد هيك بس دا يشتغل زين فالسيركيليشن وقفت، فلذلك نقول اكو بالسس، بالسس يعني ما صار بالس زين. والفي اف بعد اضرب يعني دي بيرجفه صار، الفنتريكل مو مثل هذا السريع هيك بس ده يرجف العضله ده ترجف بس ده ترجف نسميها فبريليشن فنتركلر فبريليشن. هذني بس هذني الثنين اذا شفتهن اعطيه دي سي فنسميه شوكابل اوكي، اللي هم هاي دائما تجي ام سي كيو او سؤال من هنا شوكابل في اف في تي، حتى لو تكتب لي بس في اف في تي اوكي لين معروفات اللي هي فنتركلر فبريليشن، فبريليشن يعني رجفان البطينين
او البطين، احنا عندنا الليف فنتركل بس ده يرجف، فبالتالي هو الرجفه مالته ما ده يضخ لي اوكي، فما يعني ماكو سيركيليشن ماكو باس، يعني هاي معناه ده يريد الهارت ما ميت بعده ده يشتغل بس مخربط يعني بالكهرباء مالته، فشطي هنا اعطي دي سي حتى اعيد مثل ارستي اوكي، بينما اذا لا هنا أنا ابد ما يشتغل اسيستول يعني ماكو الهارت واقف، والبالسس الكتريكال اكتيفيتي هاي هم تجينا اصلا هيجي فتشي مخربط يسموها بالسس الكتريكال اكتيفيتي، يعني شلون باقي بيه كهرباء بس طالعت لنا مخربطه، اذني لا ما اعطي دي سي ارجع قبل اسوي شنو الهارت واقف هنا أنا. الهارت 100% واقف ارجع لازم شو اسوي تشيست كومبرشن ما اقش من روحي دي سي زين، فشو وقت اعطي دي سي بس من في اف في تي، اذا مو في اف في تي يعني الهارت واقف قبل ارجع سي بي ار ما احتاج كهرباء، الكهرباء بس لما دي يشتغل بس مخربط فيحتاج الرسته اللي هن الفي تي والفي اف، الفي تي اللي هو سريع دي يشتغل ما يفيدني سريع ارجع ارسته اوقف الكهرباء مالته وخليه بلكه يبدي من جديد يشتغل صحيح، او فبريليشن في اف فنتركل يعني رجفان البطينين زين دي يرجف يعني هم مشكلته بالكهرباء، بس اذا الحالتين يحتاج دي سي نسميه شوكابل، شوكابل يعني لازم نسوي له شوك، النون شوكابل شوكابل اللي هو دي سي اوكي، النون شوكابل اللي هو ابد ماكو اسيستول الهارت اذا ما يشتغل ولا طقه نسميه اسيستول، الاي سي جي مالته يطلع عدل اوكي اسيستول، لو نوبات يطلع عدل بس وياه شويه حركه بسيطه هذا نسميه بالسس الكتريكال اكتيفيتي، هذول لا ارجع قبل اسوي له تشيست كومبرشن، هاي اهم شيء بالسي بي ار، الدي يعطي فنتيليشن هذا لازم له الماسك ومسوي له هاي هذا دي يعطي هواء، والثاني لازم يشتغل مكان القلب، اجى قبل جاب الدي سي هذا الجهاز شافه حطه مونيتر، طبعا تحطه على المونيتر يعني بس دا باوع بس دا اشوف شكو ماكو بالمونيتر تطلع لي شغلتين، لو دا يشتغل القلب مخربط يعني اللي هو في اف في تي يعني لو دا يرجف فدا تطلع لي هيجي هذا في تي فنتركل تكيكاردي يعني دا يشتغل بس سريع ما يفيدني، فهذا شو اسوي له؟ دي سي حلو الدي سي المن دي سي عن كهرباء هاي الكهرباء بس لهذين الحالتين الفي تي والفي اف، الفي تي اللي هيجي والفي اف هسه نجي ناخذها بالاي سي جي، فش اسميهن اذني هذني شو اسميهن شوكابل، والنون شوكابل اللي هو ما يشتغل ابد الهارت هم حالتين شو نسميه اسيستول، اسيستول يعني هيك شيء يطلع لي ما يشتغل ابد ولا شيء زين، والبالسس الكتريكال اكتيفيتي نوبات يعني هيك شيء وشوي طلعت هيك شيء، هاي نسميها بالسس الكتريكال اكتيفيتي، هذول لا ارجع قبل شو اسوي؟ سي بي ار يعني ارجع تشيست كومبرشن 30 ب 2 فنتليشن هذا السي بي ار 30 باثنين 30 باثنين تشيس كومبريشن 30 واحد يشتغل والثاني يدفع اثنين هذا سي بي ار، ما اضيع وقتي لان هنا الوقت ثمين يعني الهارت احنا ما ندري ايش قد صار له واقف وهو خلال دقيقتين ثلاثه البرين راح يموت، فاراد اسوي له اكمل السيركيليشن زين، هنا أنا بالحالتين هي السيركيليشن واقفه لان هذا دي يشتغل سريع وما دي يدفع دم بس مجرد دي يشتغل سريع، فش اسوي هنا انا كهرباء اعطيه دي سي هنا أنا. اللي هو شوكابل بهاي الحاله، هاي الحاله لا ارجع سي بي ار اوكي الى متى؟ دقيقتين اوكي مو شيء اسسوا هاي شو يسموها من حطيت الدي سي وواعد سميها اسسمنت ريذم اسسمنت يعني بس اشوف اموري وين هنا أنا لو هنا أنا. حطيت الدي سي وواعد اوكي شفت هنا انا اطيته دي سي ارجع ورا الدي سي قبل سي بي ار ما
ما اعوف المريض، الهارت ما اعوف، انا وياه ويا انا دا اشتغل مكان الهارت، انا دا ادفع. زين؟ هنا 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 قبل بلشت السي بي ار. هاي زيد اول وارجع لازم ابا دقيقتين. زين طبعا هو شنو اكو واحد يحسب وقت، يعني ويانا واحد هسه واحد لازم الماسك، واحد يدفع، واحد يحسب الوقت. دقيقتين قال لي اوكي هسه خلينا نرجع نشوف شكو ايش صار عندنا. نرجع نسوي مونيتر، نباع هنا هنا لو هنا ممكن نطلع هنا بعدين نرجع هنا بعدين هيك، يعني كل ساعه كل دقيقتين شكل. انا اظل وياه، انا الهدف انه اشتغل مكان، انا اشتغل مكان الشيست كومبر الهارت، وهذا صاحبي وياي مكان اللانج، اثنيناتهم لازم نوفرهم. جوز الهارت رجع بدا رجع شنو يعني بي كيو ار اس، بي كيو ار اس بلس رجع، كاروتيد رجع، اوف الشيست كومبرشن خلص، بس الفنتليشن بعد ما راجع يظل ينفخ له، لازم اثنيناتهم افكر بهم. زين اوكي. طبعا هو واحد من يديد اول شيء يفقد الريسبيراتوري ريسبيريشن، بعدين اخر شيء يفقد الهارت، فاذا رجع الهارت جزء الريسبيريشن بعد ما راجع. زين بس من يرجع هذا نسميه ساينس ريذم، يعني اكو بي هم اشوفه بالس، اكو بالس هنا، اذا اكو بالس هنا كل زين، هنا أنا ما يخالف، اذا بس هنا اقول اوكي. وكل دقيقتين اسوي اسسمنت. شنو اسسمنت؟ يعني اباوع على اجيب الدي سي بس اباوع اسوي مونيتر اشوفه احنا هنا لو هنا كل دقيقتين نظل هيجي اوكي. مدى تتحسن اعطي ادرينالين 1 ملي جرام، الامبوله تيجي هي 1 امبوله مال ادرينالين. زين 1 ملي جرام اعطيها كلها امبوله. زين 1 ملي جرام اعطيها اي في، لان احنا احنا اذا بدنا نشتغل صحيح كومبريشن معناه السيركيليشن بدها تمشي. طبعا انت اذا حاط بالس اكسيميتر ممكن تلقاه رجع البالس والاس بي او 2، يعني احنا بدنا نشتغل هارت. زين بدنا نسوي تشيست كومبريشن، فاعطي 1 ملي جرام ادرينالين، هم اظل كل 3 دقائق الى 5 دقائق ممكن اعطي ادرينالين 1 ملي جرام، اعيدها يعني اذا ماكو نتيجه. اوكي الوين نضل نص ساعه ساعه. زين الوين نضل يعني جيد حد ما نتعب. طبعا اذا تعبنا لازم واحد يبدل الثاني او اثنيناتهم هذول الاثنين، عشان لازم ماسك يرجع يسوي تشيك كومبريشن. لازم عندي فشي اقيس بيه الكابنوغراف سي او 2. زين اذا سي او 2 دا يطلع لي معناه اني صح السيركيليشن دا تمشي، الدم دا يروح ودا يجيب لي اوكي، يعني السيركيليشن مالتي ناجح اقول اوكي ما طول. بس من السي او 2 يبدي يقل لي يقل لي يقل، يعني السيركيليشن مالتي فاشله. مدى تصير ورا فتره من سي او 2 يوصل رقم كلش قليل بعد ما يرجع انتهى، وقف السي بي ار ونقول ديد المريض. زين فعن طريق الكابنوغراف، فتلقاه ويا نبات هسه اجهزه دي سي تلقى بيه كابنوغراف. بالدي سي راح تلقى كابنوغراف اللي هو لون نربط على الماس لو على التيوب، هاي موجوده هسه نقرا. فالادرينالين اعطيه افتر ثيرد شوك، ورا ما اعطي دي سي مو السايكل، ورا ثالث دي سي ادرينالين اعطيه، مو شو اسمه قلنا احنا غلط، ورا ثالث شوك. يعني شنو الشوك؟ يعني مثلا طيت دي سي وسويت متلوخ، رجعت سي بي ار وما ادري شلون، ورا دقيقتين سويت اسسمنت شفناه يحتاج دي سي. طبعا هو من هم الدي سي؟ الاثنين الفي تي والفي اف. ورا الثالث دي سي الله اعطيه ادرينالين افتر 3 شوكس، ادرينالين 1 ملي جرام، والاميوداران نعطي 300 ملي جرام اللي هو انتي اريثميك. زين ونبقى دقيقتين بالسي بي ار نرجع. هذا نورمال، النورمال اللي هو شنو نورمال؟ بي كيو ار اس الاي سي جي نورمال. هذا شنو؟ في اف. في اف هيك صاير زين اللي هو كلش مخربط فنتركلر فبريليشن. هذين الادويه ممكن نعطي كالسيوم، انتي اريثميك هو اللي هو الكارداران اللي هو الاميوداران. هاي مهمة، هاي دائما تجي شو وقت ابلش اعطي ادرينالين؟ ورا ثالث دي سي، يعني مو قبل اعطي ادرينالين،
زين هسه وين وصلنا؟ هو المحاضره كلها هذا الالجوريثم البروتوكول. هسه شفنا المريض ما بي ان ريسبونسيف، يعني ماكو لا بلس ولا نفس. جيت سويت له قبل هيجي جزء تنفس، اقول الحمد لله رجع. ولا ما سويت له هيجي ونومته سوباين بوزيشن، اشوف البلس هذا ما حسيته قبل اروح الكاروتيد، ما حسيته قبل اشتغل تشيست كومبريشن. زين وراها اجيب الدي سي. تشيست كومبريشن طبعا 30 باثنين، يعني 30 زين، وياي الفنتليشن يدفع 2 بالانبوبال. نبقى في دقيقتين زين، وراها اسوي اسسمنت، اجيب الدي سي وباوع شوكبل لو نو شوكبل. يعني اذا في تو في اف نطي دي سي، اذا كل شيء ماكو اسيستول وباسس الكتريك ارجع سي بي ار. زين فهاي نسميها ريذم اسسمنت. من هذا طيته دي سي شو اوقف هذا ورجع، اذا رجع عاش وقام خلصت، اذا لا والله ارجع قبل اسوي له سي بي ار. زين يعني طيته دي سي وراها قبل. طبعا دي سي بيش نبدي؟ نبدي من هي بي هيك تفر 150 الى 300، نبدي 150 بعدين 100 تزيد شوي شوي الى 350 جول. باي هو باي فيزيك، هو كله باي فيزيك، المونو فيزيك يمكن ماكو هسه. اوكي وراها ارجع قبل سي بي ار مده دقيقتين. انا ما اشيك الا كل دقيقتين، مو كنت اوقف واقول خليني ارجع، هاي كله وقت كل دقيقتين، يعني دقيقتين هاي دقيقتين جاهزه، واني تشيست سي بي ار دا اسوي تشيست كومبريشن 30 وبالدقيقه لازم 100 والوياي ينفخ كل 30 ينفخ نفختين. اوكي ورا دقيقتين اقول له والله خلينا نرجع نشوف ايش صار عندنا، نحط الدي سي ونباوع. لقيناه شوكبل ولا شوكبل، يعني في تي في اف نطي دي سي، كل شيء ماكو نرجع سي بي ار. ورا دقيقتين نرجع هم نباوع، لقيته في اف في تي اطي دي سي، كل شيء ماكو ارجع دقيقتين دقيقتين. مثلا ثلاث مرات اعطينا دي سي، هسه يلا اعطيه ادرينالين. اوكي اعطيه 1 ملي جرام وظل على هاي الدقيقتين دقيقتين دقيقتين. ورا ثلاث خمس دقائق اعطي ادرينالين متلوخ، ورا ثلاث خمس دقائق اعطي ادرينالين متلوخ. زين ادرينالين كل واحد الى خمس دقائق. زين اكو هذا اللي يحسب وقت، مو بس هيك صافا لازم يفكر، احنا ملتهين بالشغل، هو تيم. واحد دا يسوي تشيست كومبريشن، واحد دا يسوي فنتيليشن، هذا اللي يحسب لنا وقت كل دقيقتين يقول يلا هسه هيجي وكاي عبر الدقيقتين هسه تعطي ادرينالين، هذا هو مثل دا يقود المركبه. لازم يفكر بهذنين 40 4 اتش 4 اتش 40، هاي دائما تجي بالامتحان. زين شنو هن هذني؟ يعني الاسباب اللي ممكن فتسبب ببالنا هن هذني الكمان اللي ممكن واحد بهن يرجع للحياه. زين نسميها ريفرزبل، ريفرزبل يعني يرجع، يعني ممكن واحد به مثلا هايبوكسيا اكسجين جزء اكسجين يرجع، يعني صار عنده نقص بالاكسجين اعطيناه اكسجين احنا اوريدي نعطيه اكسجين رجع. هايبوفوليميا يعني مثلا فاتح مثلا عنده فلويد يراد له او بلاد مثلا ده يخسر عنده مثلا هذول جماعه التروما جماعه الار تي اي. زين عنده هيمورج يعني عنده نزف ففتح له دم رجعت السيركيليشن ممكن يرجع للحياه، نسميها ريفرزبل. ريفرزبل يعني يرجع لنا، اذا عالجناه هذا السبب يرجع للحياه. بعد شنو؟ لازم ياخذ عينه من الدم يشوف البوتاسيوم مالته هايبر لو هايبوكاليميا وميتابوليك اسيد يعني دزه اي بي جي. اذا البوتاسيوم مالته عالي ننزله. اوكي واذا العكس صحيح تعطي بوتاسيوم اذا قليل. هايبوثيرميا اذا هو كلش بارد تدفيه. تنشن نيموثوراكس، تنشن نيموثوراكس هذا اذا مريض مضروب شغله مثلا وصدره يعني انفتح وطب هواء ودفع اللانج، يعني صار الهواء مفروض اللانج هاي اللانج هاي اللانج وهاي التريكية. اللانج داير مدايرها شكو بلوره. زين اذا طب الهواء هنا يقوم يدفعها 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 للانج. زين نسميه هنا واذا كلش
بحيث حتى الهارت لا يدفعه، تسوي 200 نيمو ثوراكس. يقوم اللانج ما يطب الهواء ما يطب اللانج، يقوم يطب برا اللانج ويدفعها من برا، تسوي 200 نيمو ثوراكس. هاي يصير اذا شظيه فشي منها اجتي او نوبات من ورا التيوب مالتنا. التيوب مالتنا اذا المريض اول ما حطيت له تيوب وعنده فد مشكله فشله فشي وطلع برا الهواء، واحده من الكومبليكيشن مالتنا الفنتليتر. زين، فهاي لازم هم نفكر بيها. تنشن نيموثوراكس طبعا شنو علاجها؟ قبل فد نيدل هاي الخضره المكان اللي احس فيه ما بي هواء مثلا ودافع شوف التريكه اندفعت هيجي. اوكي، اذا عندك اكس راي حاول تسوي شوفها كلها مدفوعه، فبس مجرد بالسكند انت كوستال سبيس بالميد لاين يعني الكانولا الخضراء نسميها نيدل ديكومبرشن انسيرتد، يعني تدخلها كلها. حتى هو اذا طلعت الهواء يعني بس مجرد طلع الهواء، اذا طلعت الهواء راح يرجع يعيش ما يموت، واذا هو يعني ما بي شيء يعني ما راح تاذي. اوكي، مجرد جرح بسيط فانت ممكن ترجع هاي تنشن نيموثوراكس. اذا بالهارت بالعكس، الهارت هم بي يسمونه تمبونيت، هذا هم دم لا يتجمع دم ويضغط على الهارت، هذا لا بعد كل شيء ما نقدر نسوي له الا اختصاص قلبي يعني جراحه قلبيه يعني يقدر. توكسيك ثيرابيوتيك ديستربنس يعني لازم انت ويا مداز عينه من الدم مالته. هذا منو هذا دي يفكر؟ هذا اللي دي يفكر ان اللي يفكر اللي هسه توكسيك يعني جزء احتمال ياخذ هيستوري يقول لك والله سمم اخذ فد دوز عالي او دا يريد ينتحر. زين، فدز العينه وين للدم شوف توكسيك يعني شنو هذا اللي عنده، او ماخذ دواء كلش عالي، او ماخذ انسولين اكو اكثرهم يجون ماخذين انسولين جرعه عاليه، هو يصور نفسه عنده هايبر جلايسيميا هو اصلا فد مره وتخربط، فنوبات هو ماخذ هيستوري على السريع لان انتم ملتهين. واحد يسوي تشيست فيقول لك لا والله اخذ انسولين جزء لقينا يمه سرنجه مال انسولين ومتخربط. اوكي، فصار هايبر جلايسيميا يعني نوبات هيجي فد معلومه بسيطه توجهنا على السبب. ثرومبوسيس يعني اما كورونري اللي هو بالام اي يعني مايوكارد يعني الهار صار ب انفاركشن، لو بولمونري هذني اذا 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 هارت ممكن نلحق عليه، بس اذا بولمونري امبوليزم اذا كبيره ما نلحق عليه، بس اذا صغيره ممكن. هذني شو يسميها باع؟ اربع اتشات 1 2 3 4 واربع تيات، فنسميها 4 اتش 1 2 3 4 و 4 تي 1 2 3 تجي من الامتحان. شنو السؤال؟ يقول لك وات از ذا وات ار ذا ريفرسبل كوزز؟ زين؟ ديورينج سي بي ار، يعني الاسباب اللي ممكن بالسي بي ار نفكر بها بحيث اذا عالجناه يرجع المريض. 4 اتش 4 تي. شنو ال 4 اتش؟ يعني اربع اتشات، هايبوكسيا هايبوفوليميا هايبر هايبوكاليميا وهايبوثيرميا. والتيات اللي تنشن نيموثوراك تمبونيت كارديك والتوكسيك والثرومبوسيس. زين، هاي كلش مهمه. هاي منو اللي دا يفكر بيها بال اكو ادويه غير الادرينالين اللي هي من الكالسيوم ممكن نطي. زين، ممكن عنده مشكله نقدر نطي كالسيوم انتي ارزمه قلنا اميادارون. زين، طبعا الليدوكاين يعتبر هم الليدوكاين اللي هو المخدر الموضعي نقدر نطي اي في نقدر نعتبره انتي ارذميك. زين، مغنيسيوم سلفيت ممكن نطي خاصه اذا في اف ريفراكتوري. شنو قصده بالريفراكتوري؟ هاي المصطلحات طبيه يعني لازم واحد من يقرا يترجمها ما يعرف، لازم انتم تاخذوها من مين؟ من اللي قبلكم يقولوا لكم ترى هاي هيجي. زين، يعني هدف من المحاضره تستفاد منها. ذني قبل شوي شو اخذنا سكيورد اير واي. زين، ما حد لا يقول لك طلعها بالكتاب، ما حد لا يقول لك طلعها بالمترجم، ما تعرف، لازم تاخذها من اللي قبلك يعني من فوقك، عرفت شلون؟ يعني اللي خلص. فالرفراكتري شنو؟ رفراكتري يعني طلعها عنيد بس ما تعرف شنو يعني تيجي ما تعرف. الفي رفراكتري في اف يعني في اف تعالجه دي سي رجع في اف تعالجه رجع، هاي يسموها رفراكتري. زين،
هذا شنطي اذا صارت هيك نفكر بالمغنيسيوم. يعني ماذا يصير كل ساعه شنو دي سي ورجعنا سي بي ار طبعا دقيقتين وهاي ورجع هم لقيناه هم رجع هذا نسميه ريفراكتوري ماذا يصير فنفكر بالمغنيسيوم يعني عنده هايبومغنيسيوم فنعطيه مغنيسيوم. البايكربونات هذا هم عندنا بال فيال هذين مو كل مو دائما نستخدمين بس اذا يعني واحد شلون يريد يسوي السي بي ار كلش تمام زين يفكر به عاده ما نفكر بس بالادرينالين. طبعا اتروبين ماكو ما له رول ما ذكرنا الاتروبين قبل شلون يحطون ادرينالين اتروبين بالسي بي ار هسه ما ذكرنا اتروبين لان لغوه زين فهو طبعا الادرينالين الواحد ملي جرام يعني كلش كبيره يعني الف مايك اللي هو احنا استخداماتنا بالعاديه يعني اذا المريض اجى انافلاكتيك شوك ايش قد نعطيه؟ 50 مايك بينما هاي 1000 الواحد من الجرام 1000 كلها نعطيها اللي هي كلش كبيره كلش كبيره زين 1 من الجرام. هسه هاي الهوسه كلها نعيدها على السريع ها مو هاي تنقذ حياه المريض. هسه بس ايش كم مره اذا واحد لقيته متخربط يعني شنو متخربط؟ يعني ما عنده نفس ولا عنده بالس شو اسوي له؟ لا مو سي بي ار اي شو نسميها؟ تربو مانوفر يعني الهيد هيك اسوي له لان احتمال هذا شنو هي؟ لسانه ساد الاير واي بس بهاي الحركه يعني اكو هوايه يرجعون زين انت اذا هو ما تمزود زين فشلون شلون يطب هواء فاسوي له هاي الحركه احتمال اشوف اتنفس وهاي اموره زين وهاي حق الحمد لله شكر عدت زين سويت له هيجي شنو جو ليفت وهاي هاي طبعا عم نتعلمها بالاندكشن بالهاي بالازمه الماسك سويت له وحط وكل شيء ماكو ابدي سي بي ار قبل اللي هو شنو السي بي ار 30 ايش قد الكومبريشن اضغط ها اي طبعا سي بي ار افكر شنو كارديو بولموناري كارديو يعني شنو كارديو يعني اشتغل تشيست كومبريشن ايش قد تشيست كومبريشن هاي شو اسميها تشيست كومبريشن يعني شنو الضغط مو الفنتيليشن ايش قد ابقى سي بي ار ايش كم دقيقة؟ دقيقتين. المريض هسه متخربط وقبل بلش السي بي ار. ايش قد ابقى؟ دقيقتين، ورا دقيقتين شو اسوي؟ ها؟ لا نفسين مو اعطيه 30 باثنين، هاي اثنين فنتليشن نفسين. وقلنا لازم اقشه. ورا دقيقتين شو اسوي؟ لا قبل دي سي مونيتر. اي نسميه ايه نحطه على الدي سي نسوي 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 له مونيتر يعني نسوي اسسمنت ريذم اسسمنت ايه اسسمنت اسوي له للريذم يعني احطه على الدي سي مونيتر مو اعطيه دي سي اسوي له مونيتر يعني بس اباوع شو اباوع؟ اباوع شغلتين اباوع شغلتين هو عنده في اف في تي ها في اف في تي يعني شنو يعني هيجي؟ هذا شي راد له دي سي شوك واذا لا هيك عدل اسيستول نسميه اسيستول هذا ارجع سي بي ار ايش قد؟ اي 30 باثنين مده دقيقتين وراها شو اسوي؟ ارجع اسوي هذا اسسمنت اذا اعطيته 3 دي سي وراها شو اعطيه؟ 3 مرات صار دي سي اعطيته عافية الله حلوة ادرينالين 1 ملي جرام اظل اظل لحد وين؟ لحد ما اموت اني لو لحد ايش وقت؟ اي هاي سؤال هاي ابغى سي او 2 الكابنوجراف طبعا هنا ما موجود محاضرة بس هي تقروها
السي او 2 ذا فد مره نازل كلش مال مال هو جاي النورمال 35 اي يعني يمكن للعشره هيك تقريبا يعني كلش بعيدين احنا ومدى يعني مدى يصير سيركيليشن ويجيب لي السي او 2 وشلون السي او 2 من يقرا لي 25 معناه يعني انا سيركيليشن مالتي صحيحه فمعناه انا مدى اسوي يعني هذا دا اسويه هو مدى يفيد زين فالسي او 2 تقريبا كلش لو كلش لو بالكابنوجراف هاي طبعا ورا فتره يعني اشوفه اقول بعد ما يفيد يلا خلصت ماكو سؤال